مش قلتوا عايزين حاجات مختلفة عن الموبايلات؟ يلا يا عم مالي شنط. النهارده جايب لكم ثلاث شنط بثلاث استايلات مختلفة، أكيد في واحدة منهم هتعجب. وأنا كده كده كنت بدور على شنطة عشان الشنطة الأساسية بتاعتي اتهرت. في نفس الوقت كنت عمال أشيل شنطة الكاميرا بس كبيرة قوي فيها حاجات كتير، وأصلا مش للتحرك اليومي، مش مثلا نازل تجيب أي حاجة تاخدها معاك للسفر للشغل، رايح مكان ومحتاج معدات كتير، فدي بتشيل قوي حاجات، فدي بروفيشنال أكتر. وديت جايبها من أمازون، لو عايزين نسيب لكم اللينك بتاعها تحت الديسكربشن، وفيها بقى حاجات للظهر والكلام ده. فسيبك من اللي التلاتة اللي معانا بقى النهاردة، تلاتة استايلات مختلفة خالص. في واحدة كده أنا كانت عيني عليها واللي هو خلاص أنا عايز أجيبها، وكان في اتنين اللي هما الاتنين دول ما كنتش بحب الستايل ده، بس دي أعجبت بيها جدا ودي هكمل بيها. طبعا الأحجام باينة أوي، فتعالى كده نخش جوه كل واحدة ونشوف بتشيل إيه، بتستخدم لإيه، من جوه عاملة إزاي. وتعالى نبدأ بالصغيرة ديت المحدقة دي اللي ممكن تخدعك في الأول، بس هي الصراحة بتشيل جامد. طيب ده تقريبا شكلها بعد ما كبستها بكل حاجة أقدر أشيلها بيومي، وتقريبا لسه فيها حاجة ممكن تتزنق تاني جوه، ويعني تتشال كده تتحط جوه شنطه. انا بصراحه ما افضلش اشيلها كده لوحدها، بحطها جوه شنطه يعني. بس عموما فيها كل الاساسيات. لو فتحنا اول جيب هنا هنلاقي المحفظه في اول جيب هنا، حط ايه تاني، المفاتيح عندك ايه تاني هنا. بس فالجيب ده انا مخليه لاكتر حاجتين انا بحتاجهم، المحفظه والمفاتيح. نخش بقى على الجيب الاساسي، يتفتح من هنا. بص بقى يا سيدي، اول حاجه ده يعني ايه، حته النظافه، حاطط الكحولات، المعقمات، القطره، لو في ادويه، في هنا سوسته تحط فيها الحاجات اللي عايز تحفظها، فلوس، كمامه، انا حاطط كمامه، وحاطط البتاع بتاع كارت الميموري، يعني مش عارف حاطه هنا ليه. هشيل لك كل الحاجات اقول لك هي خدت او استوعبت قد ايه يعني. والحته دي انا كنت لسه ما استغلتهاش، كان ممكن احط فيها حاجات تانية. وكمان في جزء هنا انا ما كنتش مستغله خالص، مش حاطط فيه اي حاجه. نيجي هنا بقى تلاقيني مستغلها تماما، حاجات معظمها برضو للتصوير وبتاع، يعني مثلا بطاريتين للكاميرا، طبعا كله عارف ايه دوت بسبب الايفون، ريدر عشان الكروت الميموري، بتاع ده سويس نايف بفتح بيها حاجات الشحن، وده الشاحن بتاع الساعه، وبرضو كان عندي اتنين هنا فاضيين. هنا بقى حاطط سماعات، ودي حاطط جواها كذا حاجه غير السماعات، سماعات بلوتوث للجيم وكده اللي هو ما بنزلوش، الباور بانك والسماعات البلوتوث برضو الثانيه، ودي بتاع برضو فيها السيم ايجكشن وفيها الدونجل وفيها مش عارف شويه وصلات كده، برضو حاجات مفيده. والحته دي بقى احلى حاجه فيها ان هي ادجستبل، وانت اللي بتختار التقسيم عايز تعمل ازاي وتقسم الفراغات دي يعني. وممكن تشيلها خالص يعني لو عايزه، في ناس بتشيلها خالص، هي تقريبا كانت جايه كده يعني، تحط حاجه هنا حاجه هنا حاجه هنا حاجه هنا وبس كده يعني. هي رفيعه قوي بقى لما تفضى كده، لو انت مش مستغلها اقصى استغلال، فكل الحاجات ديت في الشنطه دي الصغيره لا الصراحه جامده. الستايل التاني ده اللي هو كروس، بص ممكن واحد يلبسه والله على وسطه برضه، ممكن تيجي، ممكن تلبسها شمال او يمين، شوف انت بتحب تحط الدراع فين. انا بحب احطه على اليمين عموما يعني. هنا بقى فيها عند الكتف جيب صايع قوي، ده احسن حاجه عجباني في الشنطه دي، انك تحط فيه الفلوس هنا كده ويبقى اصلا هو عند كتفك، يعني مفاتيح، فلوس، حاجه كده بسيطه، فاهم؟ ده عمره ما يتسرق ابدا، فبرضه مكانها حلو قوي. في جيب سري هنا في الظهر كده، ما بيبانش انه عموما دي بتبقى عند ظهرك يعني، تحط فيها اي حاجه اكيد مش هتخبي فيها يعني جل يعني، صباح الفل. وعموما الكواليتي بتاعتها زي اللي فاتت، حلوه قوي قوي قوي، لونها كده كمان حلو. في حاجه هنا ما بنشوفهاش كتير ممكن تستغربها شويه، لو جبت الموبايل كده ورحت حاطه هنا كده وركبت اليو اس بي كده، هتلاقي ان الموبايل بيشحن. طبعا هي الشنطه مش هي اللي بتشحن يعني، هو هنا بقى الفكره انك تكون حاطط جوه ايه بقى، باور بانك، تكون حاطط جوه باور بانك، وهو اصلا الشنطه فيها واصله يعني. انت لو شلت الباور بانك كده، الشنطه اصلا بيبقى جواها واصله، دي اللي بتتوصل بالباور بانك، دي بقى ما تقطعهاش او حاول ما تشدهاش قوي يعني، او ما تحطش حاجه انها تنتشها. والشنطه من جوه مش واسعه قوي زي التانيه، بس دي مش اللي هي بتحط فيها حاجات كتير يعني، سوستها كلها بحسها صغيره، يا دوبك تحط فيها حاجات مش كبيره قوي يعني، سوسته هنا سوسته هنا، ما بتتفتحش على الاخر زي التانيه، تحسها برده ليها ليميت كده اهوت. وهنا في كده زي شبكه كده برضو حلوه، بس عموما الحته ديت مش كبيره قوي. دي مش السوسته الوحيده، في سوسته هنا بقى، دي بقى اللي بتبقى يعني صادق طبعا، دي تحط فيها الحاجات البديهيه اللي بتاخدها، محفظتك، مفاتيحك، برضو مش كبيره قوي او مش بتفتح برضو قوي، بس يعني ما فيهاش فراغ هنا قوي، وقلم بس كده يعني، برضو بسيطه. فيها هنا حته كمان برضو ممكن نستخدمها كانها جيب سري، بس هي مش لكده يعني، هي صغيره جدا ما فيهاش يعني يعتبر فراغ، بس هي علشان يطلع منها البتاعة اللي تحط فيها ازازة المية، ممكن تحط فيها ترايبود صغير، مش عارف ممكن تحط فيها ايه تاني برضو، وبتقفل عليها كده اهو يعني، تحط هنا الترايبود مثلا، تعال نحط ازازة الكحول، طبعا ازازة الكحول صغيرة قوي عليها، ودلوقتي الكحول بقى اهم من المية تقريبا وانت ماشي او وانت نازل، فبتقفل عليها هنا عشان ما تقعش.
برضو شيك حلوه. موضوع الشاحن دوت مهم جدا بالنسبه لي، فيها شيله من هنا لو عايز تشيلها من هنا، الحته ديت ناشفه مش هتقطع بسهوله. لا الخياطه في الشنطه دي فعلا متينه قوي. الدراع ده برضو مبطن كده ما يضايقكش او ما يحملش قوي وما يكونش ناشف، تعدل براحتك تجيبها يمين او شمال، برضو دي نوعا ما كويسه. بس انا شايف ان انا مش هستخدمها قوي على عكس دي، يعني ديت الصراحه اللي بالنسبه لي دي بقت خلاص اساسيه في شنطتي. واخيرا بقى الشنطه الاساسيه اللي بحط فيها حاجات كتير بقى، لبسك بقى، لابتوبك، الكلام ده. انا كنت بقالي فتره بستخدم الشنطه بتاعت ريلمي، والصراحه يعني كانت شنطه ممتازه مقضيها الغرض وزياده، بس خلاص ابتدت تتهري كده واللون ابتدى يروح شويه، فحان الوقت بقى ان احنا نغير. ودي الشنطه اللي انا اخترتها الجديده، نفس الماركه برضو بتاعت الشنطه دي اللي هي ماركه اسمها اركتيك هانتر، حتى تلاقيها قريبه كده نفس الديزاين، الكاموفلاج، الحاجات المموه ده. الديزاين بتاع الشنطه عجبني جدا، شيك جدا، خامات محترمه قوي قوي، برضو ووتر بروف مش بيخش لها ميه بسهوله من الجناب ولا من اي حته. دراع ثم الدراع ثم الدراع من اهم الحاجات يا جدعان، لازم يبقى مبطن والطبطينه تقيله علشان ده اكتر حاجه بتخف عليك الحمل. كان نفسي يكون في الداعم اللي هو الحاجه اللي انت بتربطها على وسطك علشان يقلل الحمل على الكتاف، بس برضو دي مش شنطه بتاعت سفر يعني، هي ممكن على فكره هي تشيل قوي وهنعرف دلوقتي، بس كان نفسي اشوف البتاع ده. نبدا باول حاجه، الحاجه اللي عجبتني جدا في الشنطه الثانيه زي ما قلت البتاع ده، ممكن تستفهوه والله، بس هو صدقني كده لو فكرت فيها حاجه ساعات بتبقى عايز تحط ايدك كده تنتش حاجه بسرعه فاهم وترجعها، محفظه، بطاقه، كارت، اي حاجه، فدي عند الكتف هنا ما تسترقش خالص. دي علشان تركبها في شنطه السفر والكلام ده، وممكن برضو تعلق فيها ترايبود كده، دراعين برضو كده ممكن يعني، بس عموما مفيش جيوب سريه في الظهر خالص. نيجي بقى للوش، ديزاين الكاموفلاج ده عجبني قوي. نبدا باول سوسته هنا فوق كده قبل ما تفتح الشنطه، دي برضو يتحط فيها محفظتك، وغويطه قوي يعني لو بصيت كده، لا غويطه قوي الحته دي. والسوسته دي من اكتر السوسته المخفيه اللي مش بتبان قوي، لان الحته ديت كله بتوقع انها تترفع. هي مش عجباني قوي الحته بتاعت الفتح والقفل دي يعني، بس ها مش هفتحها دايما، هبقى سايبها عادي كده لانها مش هترجع لورا، بس لما تيجي تفتحها بقى هتلاقي اول حاجه سوسته هنا، برضه غويطه. الشنطه احلى حاجه فيها ان هي غويطه، كل جيوبها بتشيل. واه ما ننساش فيها البتاع اللي في الجنب هنا، اللي لما تجيب كده وسط اليو اس بي وتحطها تلاقي الموبايل بيشحن، عشان انا زي ما قلت لكم حاطط الباور بانك جوه. صايعه برضو بتسهل عليك، بدل ما تمشي وحاطط الباور بانك في جيبك، او مثلا طالع كده من الشنطه ومدلدل وقارص على السلك، لا هنا مش قارص خالص وبعيد، عايز تخلص تروح شادد دي خلاص كده اهوت، يبقى عندك سوسته هنا وعندك سوسته هنا. السوسته الاساسيه بقى او الكومبارتمنت الاساسي الرئيسي هيكون هنا بقى، وده بقى اللي بيفتح لحد الاخر على عكس الشنطتين التانيين. واسع قوي، فيها تكسر كده ظريف من جوه، الاحمر، الخامات دي برضو حلوه. الجزء بتاع اللابتوب بيتحط هنا، وكمان البتاع ده يتفهم باستك عشان لو اللابتوب طويل شويه او عايز تقرص على حاجه وهنا تلزقها، ياخد لحد لابتوب 17 مستريح. بعدها في هنا حته ممكن تحط فيها يعني، ممكن تاخد تابلت، ممكن تاخد باور بانك، يعني الباور بانك ده عريض جدا تاخده بسهوله. والوصله اللي لازقه فيها زي ما قلت لك، الوصله دي تخلي بالك ما تشدهاش، لان ديت لو باظت خلاص كده يعني على الدنيا السلنكاتي. حتى هنا هو حاطط لك قال لك دي لللابتوب وديت للموبايل، بس قشطه دي اكبر من موبايل، دي تاخد 3 4 موبايلات يعني. نقلبها كده هو، دي برضو الجيوب برضو بسيطه يعني، بتحط فيها هنا حاجات صغيره، وهنا قلم، وهنا مش عارف ايه، دي بتاع بتفتحها هنا مثلا لو عايز تخبي حاجه مهمه او حاجه ثمينه ومش عايز اي حد يشوفها، فدي تقفل عليها هنا وتحافظ انها ما تقعش. جزء تاني برضو كبير قوي هنا، برضو يتحط فيه حاجه كبيره، وطبعا الجزء ده بقى ده يتحط فيه كل حاجه، بنطلوناتك، تيشرتاتك، حاجاتك، فلابتوب، كوتشات، لبس، وهنا تحط فيها الحاجات الصغيره والفسافيس. لا شنطه جامده جامده قوي، ما ننساش الحته الاساسيه هنا، وما ننساش الجيب برضو اللي هنا، الحته دي ممكن تتملي كده وتتخن. فانا عجباني قوي الشنطه الاركتيك هانتر باللون ده، في منها لونين تانيين تقريبا. الحته دي كان نفسي تبقى مبطنه شويه او جلد شويه، لان ديت اللي بتبقى دايما محطوطه على الارض، فدي اكتر حته بتتقطع او تتوسخ، فكان نفسي يكون عليها طبقه حمايه اكتر، بس يعني ها، وانا الصراحه متفائل بالشنطه دي وبحجمها يعني. الثلاث شنط دول موجودين عند سمارت كشك، هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن، واسعارهم هتلاقي مكتوبه دلوقتي مش فاكرهم بالظبط، وهحاول كمان اجيب لكم خصم منهم لو في خصم او برومو كود، هتلاقوه برده في اول كومنت او في الديسكريبشن. فلايك اهو مظبطكم حاجات وشنط ومش عارف ايه، غير الموبايلات اهو ارشح لكم دي وبقوه. دي لو انت عايز حاجه اكبر شويه وشكلها صايع برده، دي للناس اللي بتحب الشنط الكروس، اللي هو مثلا عايز يشيل مثلا فلوس، مبلغ، حاجه كده فاهم، وعايز برده تكون شكلها حلو. والله تصدق كل دوت ما وريتهالكوش شكلها عامل ازاي في الظهر. طبعا انا مش شايف اي حاجه، فانت قولي شكلها عامل ازاي من ناحيه مريحه. هي مريحه،
الكروس دي زي ما قلت لكم. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ محتاجة تطول شوية. ودي ممكن تلبسها كده وممكن تلبسها على ظهرك بس كده لو انت عايز توصل لكل حاجة بسرعة يعني. ودي زي ما قلت يا اما تمشي بيها كده اهوت يا اما تحطها في الظهر. انا ما بفضلش امشي بيها الصراحة. انا عموما بفضل احطها في الشنطة وممكن كمان احطها في شنطة الكاميرا. دي ممكن اخليها برضو لمعدات الكاميرا الصغيرة والميموريهات والبطاريات والكلام ده. الشنط دي كلها خامتها محترمة جدا. اكيد طبعا العامل بتاع الوقت هو اللي يقدر يحكم لنا هل الشنط دي هتستحمل ولا لا، بس برضو الخامات والنظرة المبدئية بتحسسك قد ايه الشنط لا فعلا نظيفة. وبس كده يا سيدي حتى نقلت فيها كل حاجتي كل حاجه هنا تمام. ادي وقفي بقى، هو اول عيب في الشنطه اهو، بس طبعا في الشنطه بتقف يعني صباح الفل انا اللي بتدلع. ادي هو فيديو مختلف، قولوا لي ايه رايكم، فاعمل لايك للفيديو عشان اعرف انتوا حابين حاجه زي كده مهتمين بحاجه زي كده، واكتب لي بقى في الكومنتات عايز حاجات تانية نتكلم عنها ايه، ممكن برضو نجرب شنط تانية نجرب اكسسوارز تانية كده صغيره، فعرفني في الكومنتات. نفصل شويه عن جو الموبايلات، مفيش برضو للاسف كومنتات لاني قاري كل الكومنتات عشان اصور فيديو بتاع الشاومي. ارجع بقى شوف الموبايل بتاع النوت 9 برو وقبل النوت 9 العادي، وان شاء الله الفيديو اللي جاي والبعد اللي جاي بقى موبايل فلاجشيب قوي جدا جدا جدا، بقالنا كتير كده ما جربناش موبايل فلاجشيب نضيف. سبسكرايبك وجرسك واستنى ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.